يجتمع الأهالي هنا لافتتاح مدرسة الحي بعد جهود حثيثة أثمرت وإن كان بشكل متأخر عن عودة أطفالهم إلى التعليم، عودة لم تكن لتحدث لولا دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية التي تضافرت جهودها بشكل لافت في حلب المحررة من أجل هذه الغاية. فبعد غياب مؤسسات الدولة وعدم فاعلية المؤسسات الثورية الرسمية بما يكفي على الصعيد التعليمي، وجدت هذه الجمعيات نفسها أمام تحدي كبير اعتبرت أنه من الأولويات. التعليم هو منظار حضارة الأمم، فنحن عندما اخترنا التعليم هو الأساس في تقدم هذه الأمة. البلد لا يمكن أن تتقدم أو يكون لها مستقبل بدون التعليم، لذلك قررنا أن تكون نهضتنا التي اخترناها مسمى للتجمع أن تكون في التعليم لأنها هي الأساس. تقاسمت الجمعيات والمنظمات الأدوار على هذا الصعيد بما يخفف من الأعباء ويسهم في رفع مستوى العملية التعليمية، فتكفل بعضها بترميم المدارس والبعض الآخر برواتب المدرسين أو في تأمين القرطاسية وهكذا. ولم يتوقف الأمر عند حد الضروريات، بل امتد إلى توفير وجبات أو تقديم العصير للأطفال بشكل يومي كمحفزات في عدد من المدارس من قبل بعض الجمعيات. هلأ بشكل يومي مثل ما أنكم لاحظ أنه منوزع تقريبا حوالي 7500 علبة عصير بشكل يومي. هو الموضوع بالنهاية تحفيزي للطلاب. هلأ إيش أحلى لعبة هو؟ إحدى الجمعيات الخيرية وفي خطوة متقدمة قامت بتوفير الألعاب في عدد من المدارس ضمن الأحياء المحررة، وهي خطوة كان لها أثرا إيجابيا لافتا هنا، ما شجع أصحاب المبادرة من أجل العمل على توسيع المشروع. لا بصراحة هي خطوة بنعتبرها نحن كتير مهمة وكتير ضرورية، يعني حتى هذا المشروع بنعتبره مشروع القمنا فيه، يعني في هيك نحن مطلقين عليه تسمية، يعني مشروع رسم البسمة بنعتبره. فكانت فكرة المشروع هي انطلقت هي رسم البسمة على وجوه الأطفال لنعيد الطفولة المفقودة حاليا. بعض المدارس انطلقت في الموعد المحدد لبداية العام الدراسي، بينما تأخر بعضها نتيجة العديد من العوامل الموضوعية، لكنها في النهاية كانت أفضل من أن تبقى خارج الخدمة كما هو حال الكثير من المدارس في المناطق المحررة. عقيل حسين، أورينت نيوز، حلب.